انا النهارده كنت المفروض اطلع رحله بس ما كنسلت الرحله ودوت زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع امبارح عشان في تقلبات في الجو، بس طلعت على الشط عشان ما اضيعش اليوم. بس الحمد لله ادي وباين، استنونا لحد ما نشوف نهايه رحلتنا من على الشط. سمكه هي ما شاء الله. الله ينور الله ينور. ما شاء الله ما شاء الله. احجام صغيره يعني مش كبيره يعني. لا احجام صغيره. مش بقول لكم الشم عامل معاه اتفاقية في الليل وفي النهار، حاجة يعني غريبة. شط